في أخبارنا العربية، أطلق الفنان اللبناني جاد خليفة عمل جديد جمعه بمريام مكلينك، لكن الفيديو المصور أصبح مادة إعلامية دسمة كون العمل يصنف في خانة الأعمال الجريئة، ومنذ طرحه شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الفنية العربية. لطالما عانى الفن العربي من وباء المتطفلين عليه وداء الأغاني الهابطة، لكن مريام كلينك وجاد خليفة كسروا كل القواعد هذه المرة وجروا الفن إلى القاع والحضيض بأغنية وصفت بالمبتذلة والسخيفة، فبعد طرحها بساعات اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات المطالبة بإيقاف العمل من طرف الرقابة ومنع عرضه على الفضائيات العربية لما يحمله من إيحاءات. إعلاميون، سياسيون، فنانون وشعراء رفعوا راية الاستنكار، أبرزهم الشاعر أحمد ماضي الذي وصف العمل بالسخيف والمقرف، وهو نفس موقف الفنانة نينا عبد الملك. ومن المتفاعلين مع قضية كلينك وجاد خليفة الكثير من الإعلاميين، أبرزهم هنادي عيسى، فاطمة داود، زكريا فحام، عادل سامية ونسرين ظواهرة، التي أعلنت أن وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي اتصل بوزير العدل سليم جريساتي لوقف عرض الكليب والمطالبة بإجراء قانوني. وفعلا تم نشر بيان للمكتب الإعلامي لوزير العدل اللبناني. كل شي كان ومسداته، إحساسي ما بعمر فقدته. الأمر المحير في القضية هو جاد خليفة الذي لطالما قدم أغاني محترمة وأعمال راقية، فكيف وافق على عمل أقل ما يقال عنه أنه تافه؟ وهو الأمر الذي ركزت عليه عدة صفحات، فعلقت صفحة الهوت نيوز الشهيرة بتغريدة كتب فيها: جاد خليفة لم يتحدث عنه الإعلام إلا لما قدم عمل هابط، وحمل وسائل الإعلام جزء كبير من المسؤولية. أما صفحة عديلة الساخرة فكتبت: أعمال كهذه مكانها القمامة. مش حلوة منك ما تكون حدي وتغمرني بجنون، يلا رجعلي رجعلي يا حبيبي. خالف تعرف، هكذا علق جاد خليفة عن الموضوع على صفحته الرسمية على الفيسبوك، لكن الحقيقة أنه انتحر فنيا، والديو مع كلينك ألغى تاريخه الفني. أما بالنسبة لمريام فهي محاولة فاشلة أخرى للظفر بلقب فنانة. وبهذا نطوي أوراق النشرة. مواعيدنا الثقافية تجدد غدا بحول الله. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.